لو سمحت يا دكتور، انا كنت بس عايز اسال امتى الزوج والزوجه او العرسان الجداد يبتدوا يقلقوا على الحمل؟ يعني مثلا انا ابني وزوجته بقالهم مثلا 8 شهور وما حصلش حمل والامور عاديه وهم ناس طبيعيين. يعني عندهم كم سنه؟ 26 و28. 26 28 ما عندهمش اي مشاكل، الدوره منتظمه وكل حاجه زي الفل. ما فيش حاجه، هم موجودين مع بعض باستمرار، ما حدش هو شغله قاسي شويه، هو طبيب فبيتاخر في المستشفى وممكن يبات نبطشيات وحاجات كده، بس الامور عاديه يعني. ده هو زميل يعني، الموضوع بالنسبه له. هرد على حضرتك، تحت امرك. بصي حضرتك، اذا كان في مع انتظام الحياه الطبيعيه للزوجين، واذا كان ما فيش اي حاجه تدل ان انا عندي مشكله، سواء تاريخ مرضي للسيده انها عملت عمليه في بطنها، او عندها عدم انتظام في الدوره، او عندها مشاكل في غده درقيه، في سكر، في حاجه زي كده، او بالنسبه للزوج اذا كان هو ما عندوش مشاكل بالنسبه له، ما فيش سمنه زياده، ما فيش مشاكل في العلاقة الزوجية بالنسبة له، ما عملش عمليات في الخشية سواء دوالي أو فتاء أو حاجة زي كده، احنا بنقول والله احنا ممكن طالما سنهم صغير احنا بنديهم السنة الكاملة، لأن بعد نهاية السنة دي تقريبا 60% من الكابلز بيحملوا بطريقة طبيعية وما فين غير أي مساعدات. يبقى احنا نكمل السنة معاهم، وإذا حضرتك مستعجلة قوي اديهم اكسترا تو يعني كابل اوف مانث، شهرين كمان، يبقى كملوا 10 اشهر. بس في العشر اشهر دول يا ريت نركز على ايام التبويض الطبيعية بتاعتنا من اليوم العاشر لل16، علاقة يوم بعد يوم، وربنا ان شاء الله يكرم.